بعد الكنب بدي نتفك، بس توصل بدي نتفك. طب صار لي ساعة ناطرة. طيب احكي لحالي كمان صايرة. هاي أنجو. حياتي. شو في؟ أنجو سوري حبيبي. حياتي. سوري تأخرت عليكي، بعرف. إنه كنت بدي بعدلك يعني. رايحوا بس رايحوا رايحوا رايحوا. شو بها السيارة؟ ما بها شيء. ما بها شيء؟ لا. ليه عم يدفشوا لك ايه؟ الشباب بيشتغلوا معي، هول دفيشة. دفيشة؟ ايه. شو يعني دفيشة؟ ما الشباب هول بيشتغلوا مستأجرهم، أنا يعني اكتشفت إنه حسابياً طلع العملية أوفر لي. أوفر لك؟ كيف يعني؟ الشاب منهم بكلفني بالشهر 250 دولار، يعني ثلاث شباب 750 دولار بالشهر. ايه. فحسبت أنا إذا بدي أعبي بنزين للسيارة، ايه، حسابياً بدي البنزين بده يكلفني أكثر من الشباب. فاستأجرت الشباب وهيك بوفر بنزين وهني بدفشوا. برافو عليك. شو رأيك؟ فكرة حلوة. لذيذ، ايه منيح. أوفر بكثير من البنزين. إنه إيه؟ طيب يلا بدك نطلع ننزل، وين عبالك نروح؟ جميزة. جميزة، شباب جميزة. على جميزة. عنا شوية طلوع، ها بدنا نشد حالنا شوية، إيه؟ فبدنا نسكع. أنت يا أنت يا بدك تشد حالك شوي. يلا لنشوف. عم فكر افتح شركة دفيشة. شباب بدنا نشد حالنا شوي هلا، رح بتريحوا بالنزلة بس في عنا طلوع بعدين. ها يعطيكم العافية. ايه بتطعميهم وبتشربون وهيك؟ كل شيء يا حسابي، بضل اوفر من البنزين. ايه اكيد. يلعن اختي البنزين شو صار غالي. والله سريعين. ايه ايه يلا شباب.